أصدرت محكمة الجنايات المصرية الثلاثاء أحكاما بالإعدام للرئيس السابق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والقيادي الإخواني عصام عريان والداعية يوسف القرضاوي في قضية اقتحام السجون. وعقبت المحكمة بالإعدام كل من خيرة الشاطر نائب المرشد العام للجماعة والقياديين محمد البلتاجي ومحمد عبد العاطي في قضية التخابر الكبرى والتي تضمنت أيضا أحكاما بالسجن المؤبد بحق مرسي وبديعة. بالإعدام شنقر عما أسد إلى كل منهم. وصدرت أحكام بالإعدام بحق 13 من قيادات وأعضاء ومؤيدي الجماعة غيابيا، بينهم محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام في حكومة مرسي، فيما عوقب 15 آخرون بالسجن المؤبد بينهم محمد سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب المنحل. وتصف النيابة العامة قضية التخابر بأنها الأكبر في تاريخ مصر، وتقول إن الجماعة خططت لإرسال عناصر إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم الانضمام لدى عودتهم إلى جماعات متشددة تنشط في شمال سيناء. وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 16 متهما المحكوم عليهم بالإعدام إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم. وقال رئيس المحكمة إن المفتي وافق على إنزال عقوبة الإعدام بهم. وتواجه قيادات الجماعة أحكاما بالإعدام والسجن لإدانتهم في قضايا أخرى، أبرزها قتل محتجين وقتل وخطف رجال شرطة ومهاجمة منشآت شرطية. وبإمكان المتهمين المحكوم عليهم حضوريا الطعن على الأحكام أمام محكمة النقد خلال فترة زمنية محددة، فيما تعاد محاكمة المدانين غيابيا بشكل تلقائي إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.